تتمتع بتلاوة الآية الكريمة التي ستتلوها علينا القارئة أستاذة ليكا هنيتا محمد هارون من جمهورية إندونيسيا. فلتفضلي مشكورة ومأجورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا لمن أراد أن يذكر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن
Oh.
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذي